نعمل دلوقتي سلطة كاليماري مشوي بالفراولة. نقول على المكونات: كاليماري مشوي، فراولة، كزبرة خضراء، بصل وفلفل حار، مستردة، خل عنب، عسل، زبيب، عين جمل، بصل أخضر، وجرجير متقطع. كاليماري مشوي هخليه آخر حاجة تحط على الطبق عشان يبقى هو الأساس بتاع الطبخة، فخليه هو اللي باين. بعد كده نعمل كل المكونات. حط الجرجير متقطع، بصل أخضر، هناخد الحبة اللي لونهم أبيض دول ونسيب الأخضر ده يترش في الآخر بعد العسل عشان يبقى ماسك كده في كل حتة. وعين الجمل هسيب 2 كبار سلام، وبإيديا كده على طول هفرمهم. طبعا عين الجمل مفيد جدا وطعمه حلو، أنا عايش عليه يعني. وزبيب، بقدونس أو كزبرة، بلاش شبت عشان الشبت هيغير الطعم شوية. حاجات بس غامقة كده. فلفل حار حسب الرغبة، خليه يتقطع كبير وواضح كده علشان لو حد ما بيحبش الفلفل يشيله. برضو البصل نفس الموضوع، بخليه حلقات كبيرة عشان تبقى واضح، لأن في ناس يعني أنا واحد من الناس لما باكل بصل ني كده بيتعبني، لما باكل البصل مستوي بيبقى مفيش فيه مشكلة، فنخليه واضح كده علشان اللي مش عايز ياكل بصل ما ياكلش بصل. هاخد بقى لوح تقطيع تاني عشان ساعات الفراولة بتلزق في ال بتعلم في مكانها، فدايما نحط لوح تقطيع تاني او لو بلاستيك يبقى احسن. هناخد بالشوكة كده احسن علشان لو الفراولة طبعا مش موجودة. اعتقد بقى في دلوقتي في السوبر ماركت بتبقى في معلبات. راعي اي تقطيع، مش لازم تتقطع كلها حلقات يعني، وكده كده هتحط في سلطة تتقلب مش هتبان، بس طعمها هيبان. بص حضراتكم بتعلم في لوح التقطيع، فبلاش او على طول لو اتغسل بسرعه، انا بس عشان بياخد مني وقت على ما يتغسل فممكن هيعلم كده. اقلب مكونات السلطه، وبعدين الخل، مستردة، ده الدريسنج، 3 معالق زيت زيتون، 2 3 كده كفاية. اللي يخلص على طول الواحد يشيله، حتى وحضراتكم شغالين في البيت بتطبخوا يعني في البيت، اللي يخلص يتشال على طول علشان ما يبقاش في حاجة في السكة تلخبطني تقول ايه ده. خلينا على طول كل حاجة تخلص تتشال. ومعلقة فلفل اسود صغيرة، نستعمل نفس الشوكة. اسهل دريسنج في العالم، زيت زيتون وملح وفلفل ومستردة وخل او ليمون، بيعمل احلى فينيجريت في العالم، واسهل حاجة يعني. ده كمان بيتشال في التلاجة، لو عايزين يتشال ممكن يقعد فترة مش بطالة خالص. خلي دي هنا، نزهر الالوان كده في الفراوله دي عشان الكاليماري. بعدين نحط الدريسنج، عايزين بس نقصر كده فراولة عشان تبقى واضح انها سلطة كاليماري بالفراولة. حلو. وعين جمل، بصل اخضر، والعسل للي بيحب. في ناس كتير ما بتحبش تحط حاجات مسكرة على السلطات والاكل، بس ده يعني راجع لذوق حضراتكم.